don't have money eat in our restaurant for free. في ورقة على واجهة مطعم عربي بدبي مكتوب عليها جملة بتخلي الناس يوقفوا عندها ويفوتوا يطلبوا أكل حتى لو بدون مقابل، بس بشرط واحد. شو هو وشو مكتوب على الورقة وليش اختار صاحب المطعم هاي الفكرة؟ المطعم اسمه فول وحمص بمنطقة البرشاء بدبي، وهي تعتبر ناشطة وحيوية وفيها مواقع عمال حواليها، والشرط هو انك تكون باحث عن عمل او ما عندك المال الكافي لوجبة اليوم. اما الورقة الموجودة على واجهة المحل مكتوب عليها بالعربي ومترجمة بالانجليزي: من لم يستطع شراء الطعام فليطلبه بالمجان، فهذا من عند الله. العالم كله بالفترة الماضية مر بكتير من الأزمات الاقتصادية، ونتيجتها كانت يا أما ناس دخلها بسيط وما عاد يكفيها، أو شباب هاجروا من وطنهم وصاروا وافدين جدد عم يفتشوا على فرصة، أو البعض خسر شغله وما عاد في دخل بالمرة. بس غريزة البقاء عند البشر قوية، ولها سبب بيضل في ناس كتير مصممين إنه يلاقوا وظيفة جديدة حتى لو قعدوا بلا أكل. هيدا اللي لاحظه صاحب مطعم فول وحمص السيد الأردني فادي عيار. ما قدر إنه يشوف حدا مارق من قدام باب المحل عنده يشم ريحة الأكل يشتهي ويضل جوعان، أو عزة نفسه ما تسمح له يطلب إلا أرخص طبق لأنه ما معه المال الكافي، فقرر إنه يحط هالورقة على الباب بتكسر الخجل عند الناس، ولما يوقفوا العمال يقروها بيطلعوا عمال المطعم بيعزموهن وبيقدموا لهم أشهى الأطباق. السيد فادي بيأمن بفكرة الغذاء المجاني لأنه برأيه ما حدا لازم يحس بالجوع، خاصة العمال والناس اللي بيطلعوا بيفتشوا على شغل كل يوم. كرمال هيك لو كنت باحث عن عمل وضايقة فيك الدنيا، فيك تروح كل يوم من الساعة 7 الصبح للثلاثة بعد نص الليل. السيد عياد بيقدم من 30 لل 35 وجبة كل يوم من الأطباق التالية: مثل الحمص والفلافل، المتبل والحمص مع لحمة، الصنوبر والفطاير، ومعهم مي، شاي أو قهوة. يمكن جزء منا يفكر إنه هيدا أسلوب السيد فادي حتى يجذب الزباين، لكن حسب قول السيد فادي هاد مش حيلة ولا دعاية، بس هي عملية تشجيع للناس إنه في مكان بيرحب فيهم. ويمكن لو كنت صاحب مؤسسة تفكر إنه هاي الوجبات ممكن تكون خسارة على المحل، لكن السيد فادي بيأكد إنه بالعكس عمله خيري ما أثر عليه أبدا وزادت أرباحه وفتح فروع جديدة. مبدأ السيد فادي بالعمل بيخلينا نتذكر إنه الصدقة والعطاء لمساعدة المحتاجين بتقوي المجتمع وما بتخسر أبدا. وهي كانت أخبار تستاهل نشاركها. مرحبا وشكراً كتير لمحبتكم ودعمكم اللي عم بتخلي هالقصص توصل لأكبر عدد من الناس بالبلدان العربية. كتير متحمسين لتحضروا الفيديو الجديد اللي عم نشتغل عليه. تابعونا على فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب وتيك توك.